السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ أخباركم؟ مساكم خير. خلونا نشوف، نحاول نوصل ساحة جديدة إن شاء الله بإذن الله. فخلونا نبدأ، أنا ما أحب المقدمات، نبدأ على طول. بسم الله، حاط فوق سباركي روكت، تشكيلته ثقيلة معقولة. أوكي، ما عندي أي شيء بيدي. خلونا نشوف شو نزل الأرشر من ورا. شوف فاير كراكر، فاير كراكر غريب، الفاير كراكر مع السباركي معقولة جوبلين. شوف مايتي، لا هذا مايتي مع الهوك، هي تشكيله الهوك مع المايتي، تشكيله مزعجه ان شاء الله، بس ما ينزل لي الحين الهوك او الارث كويك. البومبر بعد اوه غادي نصده شوي. اوكي الجيم هذا راح يكون صعب، وانا واثق انه حيكون صعب جدا بصراحه، الله يعيننا عليه. نشوف، اهم شيء انه ماتت الفاير كراكر على اليسار عشان ما اضطر اني ادافع ضدها. نعبي كسير شوي، بنهاجم، نجهز التسلا. ليش؟ لانه ممكن ينزل هوك، وهذا الهوك جاء. تعال 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 يا حبيبي تعال. الهوك المفروض اني منزله شوي تحت علشان يظل حي شوي زياده احتياطا، ولكن ما عليه، ننتظر الحين نشوف. نعبي كسير، ما نستعجل في الهجوم شوي، نسوي سايكل بسيط. فنشوف، والله حيتعبني هذا، تشكيلته ضدي تماما. خلونا نهاجم قدام كسير، عندي فل. الله 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 الله، فاير بول بسرعه بسرعه، الا على ابليس ضربت تورط. لا حتى الظاهر انه راح البرج كله. نزل ارشر كذا، ايش اسوي؟ في سبيلنا حاول ندافع عنه قدم استطاع. يلا ما عليه، توقعت والله البرج يروح، بس الحمد لله صدينا بقدر المستطاع. هي حق لك بصراحه تنبسط، حق لك بصراحه، بس صدقني ما راح تتهنى بالجيم ده، بس خلني انا اركز شوي في اللعب، اهدي الوضع واعرف وش اللي يشل علي. والله لو اوريك فلان كثير. شوف يحاول انه ما يهاجم علي، خلني اهاجم عليه انا. جيب لي مايتي. الله 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 الله، شوف الهجمه الثقيله، والتسليح ما هي جاهزه. يا ليل القروشه، حاول نذبح ال اوكي. حلو 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 حلو، جميل جميل جميل. راح البرج، دام راح البرج اجل نبدا الهجوم حنا. يلا ايوه اخيرا شبك الاكسبو على البرج، اعوذ بالله. جهز اكسبو ثاني سريع 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 سريع. نحاول دافع، اضرب تكفى. يا ليل يا ليل، الفاير كراكر المطوره هذه مزعجه مره، مزعجه الطاقه. ان شاء الله نشغل عنه شوي. حلو، البرج 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 15 14 13 رجعنا للجيم، بس برجه هو 3000 وانا برجي 2000، ما عندي شيء انا. يلا خلينا نشوف نشوف هي التسلا. تعال التسلا تعال، خلينا نحاول نركز، خلينا نحاول نركز. حطيت الاكسبو هنا قريب من النص علشان اشغله في الدفاع، انا ما ابيه بس يظل يهاجمني. حلو، ذبحنا فاير كراكر اهم شيء. البرج 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 احلى تشبيك على البرج. طيب سكلتنز ما اقدر احطه حول عشان ما يفعل الميز، نحطه في النص عشان حتى لو راح الجهه الثانيه ما عندي مشكله زي كذا. نزل زكس بسري سري سري سري. يا رب يا ربي على الفاير كراكر دي، هذه تعذبني هذا اليوم، هذه تعذبني والله، تعذبني الفاير كراكر. يلعب بس الدمج حقها، ما ادري شلون بفوز الجيم. لا حد انا لا حد سالني، ما ادري من جد شلون افوز الجيم ده. سدون خلني اضغطه بدون، ايوه خلني اضغط بالطريقه دي. ما في لك شو اسوي، احاول اسوي سايكل الفاير بول شوي، غادي نصيد الفاير كراكل كل مره، بس ما اقدر اخليه يهاجم، لو هاجمني ما راح يفكني. نزل سكيلتونز بعد اللوك عشان احاول ندافع عليه زياده. على طول النايت، لازم نذبح الكراكر عشان ما تسوي دمج. نهاجم عليه، لازم نشغله شوي، لازم نشغله شوي، لازم نشغله شوي. سلام 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 سلام. نبي البرج شوي، ضربة واحدة البرج بس. شوف احنا قاعد نضغط الحين في البرج وفاير بول. تعال تعال تسلا تسلا تعال 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 تعال. الحمد لله. شوف ايش الجيم ده؟ لا 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 هذا اللي يضرب. يا ليه فعل ميسو؟ اوكي الحمد لله. تعال تعال 10 ثواني.
سري 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 أشوى الحمد لله إنك ترجع للفاير كركة 6 5 4 3 2 هات الجيم هات الجيم الجيم الأسطوري البطل كان متقدم علينا كان مسيطر على الجيم مرة بس لكن مجرد ما فهمنا التكنيك اللي يلعب فيه انتهى انهيت عليه جيم حلو 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 هارد لك